والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا مات علماؤنا من يخلفهم يا إخوان؟ أيخلفهم أصحاب التمثيليات؟ أيخلفهم أصحاب السينما؟ أيخلفهم المبتدع الشيعة الرافضة؟ أيخلفهم الصوفية؟ من يخلفهم؟ فاتقوا الله في هذا الدين يا أمة محمد، اتقوا الله في هذا الدين واحرصوا على تعلم العلم النافع.